مروان تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا مروان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله، أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك، الله يكرمك ويجزيك خير. يا ممكن سؤال؟ أنا قبل يعني قبل سنتين ذاك رمضان يعني ما صمت، يعني تقريبا 20 يوم ما صمت على مود الشغل، يعني كان عندي عمل وظروفي ما تساعد. نعم، وأفطرت. فهل يعني ماذا، هل أصوم بعد هذا رمضان يخلص يعني ما الدين قبل؟ أنت الآن صوم رمضان هذا، ثم إذا انتهيت منه أقضي ما فات، واحرص مروان أنك تصوم اليوم كاملا. يعني الإنسان لا يفطر إلا إذا كان له عذر من مرض أو سفر أو شدة تعب أشفى معه على الهلكة، يعني خلاص لازم يشرب ماء. أما الإنسان اللي يقول أنا أشتغل في مكان مخبز حرارة ولا في شمس أو كذا، هذا ينبغي له أن يصوم، فإذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش يشرب، يكون في حكم المريض، لكن احرص أن تتم صومك. بارك